لكن خلونا ناخد على التليفون معانا باشمهندسة أمل مبدأ رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. يعني باشمهندسة أمل، أنا بصبح عليكي في البداية، وفعلا صباح الأمل. صباح الفل وصباح الأمل وصباح المكتسبات والإيجابية وصباح كل حاجة حلوة على بلدنا يا رب. مشهد امبارح كان بجد ولا أروع، حقيقي تحية كبيرة جدا ومشهد محترم يليق بدولة مصرية حقيقية. عندنا رئيس جمهورية بجد مفيش فئة مفيش ملف ما بيشتغلش عليه. لما عمل عام يعني الإعاقة أو يعني 2018 تحديدا لتحدي الإعاقة، كانت الناس كلها ابتدت تركز على الفئة دي، ابتدى يبقى فيه مكتسبات حقيقية، بنتكلم كمان في الدستور، يعني بجد نقلة حقيقية على الأرض تحديدا في مصر، وفتحت مجال أكبر كمان للعقول إنها تتقبل ده وإن المجتمع يبقى فيه وعي أكبر. خلينا نتكلم عن احتفالية امبارح وقادرون باختلاف المشهد اللي أعتقد العالم كله كان بيتابعه، مش بس يعني داخليا، حاجة كانت مشرفة جدا بصراحة يا باشمهندسة أمل. ربنا يخليكي، زي ما حضرتك قلتي يعني فعلا وجود فخامة الرئيس، دعمه الشديد لكل الأشخاص ذوي الإعاقة أو القادرون باختلاف، هو يعني اللي عمل المشهد الحضاري الراقي اللي وصل للعالم كله امبارح. صحيح صحيح، والقعدة والكلام 1-to-1 مع كل حد، وكل واحد بيقول حلمه ايه، والاحلام كمان بتبقى حقيقة يعني. لا عايزة واحد تكلمينا، احنا في قاعدة ألماظة، يعني استجابة ل يعني امبارح يعني طلب الرئيس على طول او اوامر الرئيس على طول بان بسمله والولاد يركبوا طياره، فاحنا اوريدي حضرتك بتكلميني واحنا هناك اهو، والولاد بيركبوا الطياره، يعني احنا ما لحقناش ننام عشان نصحى في جوله استجابه لطلب بسمله من فخامه الرئيس. هو هي حتى ما طلبتش، هي كانت بتقول ان انا عايزه اطلع طياره، فهو راح اكرمها على طول وقال لها يعني هنعمل كده. وقد كان حابب اقول لك بكلمينا وانت سامعه صوت الطيارات، حاجة محترمة جدا. باشمهندسة أمل، برضو يعني أكيد كان في كواليس حدثت بالأمس يمكن ما شفناهاش على الشاشات، وحديث مع يعني الناس الأبطال دول فعلا، خلينا نعرف منك ما دار تحديدا عشان الناس برضو يبقى عندها صورة كاملة. بصي الناس كلها كانت فرحانة، الأهالي فرحين، حاسين إن هم كانوا مهمشين، ويعني يعني بصي ما اقعد احكي لك، يعني كل طفل كل ولد كبير كل بنت كل مذيع هم دلوقتي ولادهم. انت بتحولي او مش انت، البلد ورئيسها بيحول الموضوع من ناس مهمشه بيتبص لهم بازدراء وبتنمر الى نجوم الى سند الى انا واقف في ظهر الناس دي انا معاهم على طول. فالموضوع بيختلف اختلاف كلي. صحيح. طب انا عايزه اسالك، لان دي النسخه الثالثه باشمهندسة أمل، ويعني نسختين كانوا برضو ناجحين جدا في السنوات الماضية، وفي متابعة، يعني قصة كلها إن مش بيتم هذا الحدث وخلاص، لا في متابعة بتتم بعد كده، فخلينا نسمع من حضرتك برضو ماذا بعد. يعني إحنا احتفلنا والناس دي قالت أحلامها وأحلامها أصبحت حقيقة والمجتمع ابتدى يتقبلهم زي ما كنت بقول لحضرتك، والوعي أصبح أفضل بكتير، إيه بقى بعد كده بيحصل للناس دي؟ يعني حضرتك تقصدي ايه بيحصل ايه؟ مش فاهمه السؤال. يعني احنا بنكمل ازاي؟ يعني مثلا ازاي بنقدر نساعدهم فيما بعد؟ ازاي بنبقى مع كل مؤسسات الدوله بتتحرك يا فندم. البنك المركزي بيعمل حاجته في البنوك، كل التسهيلات كويس، التوصيات بيؤخذ بيها كويس، الرياضيين بيكملوا، يعني كل حاجه بتطلع خطوه لقدام بعد الاحتفاليه دي، ويمكن خطوات لقدام ما بنرجعش لورا. ايوه طبعا، بيتم كمان الدمج في المجتمع بشكل بقى خاص، بنتكلم عن فرص عمل، بطولات اكتر مثلا للرياضيين بتوعنا. يعني انا بس عايز اعرف من حضرتك المتابعه اللي بتكون بعد كده معاهم. انا بقول لحضرتك المتابعه بتبقى في كل الملفات، كل وزاره فيما يخصها بتتابع، واحنا بنتابع، ومجلس القومي للإعاقة كل مهتم بهذه القضيه في مصر، يعني بنتابع وبنكمل اللي ابتديناه. يعني احنا مش بنعمل حفله وبنقف، كل الناس بتكمل وبتاخد بالتوصيات، واللي بنقدر نعمله زي ما معالي وزيره التضامن امبارح يعني البرزنتيشن اللي عملتها بكل الايجابيات اللي الوزارات بتعملها، دي خطوات الدوله عماله تاخدها يوم بعد يوم. كويس، ما ده مهم ان احنا برضو نعرفه من حضرتك، دي نقاط في غايه الاهميه. على كل حال احنا متابعين برضو ملف محترم، وبالتوفيق ليك يا باشمهندسه امل على العمل بجد الجيد جدا جدا اللي بتعمليه. شكرا جدا ليكي.